بنت يوم دخلتها حرجت على جوزها يلمسها وقالت عشيق الأول. بنت اسمها ليلى من بولاء الدكرور وعندها 25 سنة، وكانت كل شباب المنطقة بيتقدموا ليها، وده تحديدا كان سنة 2017. وكانت ليلى بترفض شباب كتير رغم ان كانت حالتهم المادية كويسة جدا، لكن ليلى كانت بترفض كل ده لان هي كانت على علاقة مع شاب اسمه حسام، رغم ان حسام ده اتقدم كذا مرة لكن اهل ليلى رفضوه، لكن فضلت علاقة حسام بليلى مستمرة لحد ما في يوم شافها شاب من نفس المنطقة بتاعتهم اسمه بسام واعجب بيها. وبسام ده كان شاب مكافح جدا وكان متحمل مسؤولية من صغره بعد وفاة والده. بسام بعد ما شاف ليلى اتقدم ليها وليلى وافقت على بسام. اهل ليلى بدأوا يستغربوا لان كان في عرسان كتير احسن منه من الناحية المادية. وبعد موافقة ليلى اتخطبوا وعدى وقت قصير وبدأوا يجهزوا للفرح، وبدأ بسام يدور على شقة، لكن ليلى اختارت شقة معينة وكانت مصممة عليها. رغم ان بسام جاب لها شقق احسن منها بكتير، لكن ليلى كانت بتقول له ان هي مش مرتاحه نفسيا لاي شقه وعاوزه الشقه دي. بسام وافق وقال اللي هي عاوزاه، وفعلا اتفق على الشقه اللي هيعيشوا فيها. ليلى كانت مصممه على الشقه دي بالذات علشان اللي كان ساكن فوق الشقه اللي هي اختارتها كان حسام اللي هي كانت على علاقه بيه، واختارت الشقه دي مخصوص علشان تبقى على راحتها. وهنا تبدا الحكايه. ليلى قبل جوازها باسبوع قابلت حسام وبدا يقول لها ازاي هتكوني مع حد غيري وواحد غيري يلمسك. ليلى قالت له انا اخترت الشقه دي مخصوص علشانك وهتكون اول واحد يلمسني. وبعد اسبوعين عملوا الفرح وخلص الفرح، وبسام وليلى راحوا شقتهم. لكن مع وصولهم ودخولهم الشقه وقبل ما يحصل بينهم اي حاجه، ليلى بخبص الشيطان اخترعت ان هي كانت عامله نادر ان هي هتوزع اكل يوم صباحيتها، وقالت لبسام مش نعمل اي حاجه النهارده غير لما نفذ النذر اللي عليا. بسام كان شاب طيب وعلى نياته، قال لها ماشي. وتاني يوم الصبح بسام راح يجيب اللحمه والاكل علشان خاطر الشيخه ليلى اللي عليها نذر وعاوزه توزع على الناس اكل. بسام نزل من هنا وهي طلعت لحسام شقته من هنا، ونفذت لحسام الوعد ان هو يكون اول واحد يلمسها حتى قبل جوزها. وفضلوا على كده حوالي سنه وكام شهر، بسام ينزل من هنا وهي تطلع لحسام من هنا. وكانت ليلى دي بتعامل بسام اسوأ معاملة سواء في حقوقه كزوج او كمعاملة. بسام رغم معاملة مراته ليه ما كانش بيشتكي لاي حد، لكن اخته في يوم لاحظت الموضوع ده وبدأت تقول لنفسها ان اخوها شكله مش مبسوط، وقررت ان هي تروح لبيت اخوها. وفعلا راح، وليلى في الوقت ده اتزنقت لان هي متعودة ان جوزها ينزل من هنا وهي تطلع لحسام من هنا. بدأت اخت بسام تتكلم مع ليلى، وليلى بخبص الشيطان بدأت تقول لها ان هو بيعاملها وحش وكمان ما بيديهاش حقوقها الزوجية، يعني قلبت الموضوع على جوزها بسام. لكن في الوقت ده كان تليفون ليلى ما بيبطلش رن. اخت بسام في الوقت ده شكت في الموضوع وشكت ان في حاجة بتحصل، قالت هخش اريح جوه شوية على ما يجي بسام. ليلى قالت لها ماشي. دخلت اخت بسام وليلى ردت على التليفون وقعدت تقول ما قدرتش اطلع علشان اخت جوزي جات على فجأة، ولما تمشي هطلع لها. اخت بسام كل الوقت ده كانت واقفة ورا الباب وما كانتش نامت. وبعد ربع ساعة اخت بسام طلعت من الأوضة وقالت همشي بقى يا ليلى وهاجي لما يكون بسام هنا. لكن اخت بسام نزلت وعملت حركة ذكية جدا وسألت البواب بتاع العمارة دي وقالت له انا كنت سامعة ان في شقة في الدور الرابع للإيجار. البواب رد عليها وقال لها ان الشقة دي مش للإيجار وكمان قاعد فيها الأستاذ حسام. اخت بسام رجعت تاني وقفشت ليلى وهي نازلة من عند حسام. بدأت ليلى تقول لها ما تقوليش لحد، وطبعا قعدت تعيط وتنهار وقعدت تتوسل ليها. اخت بسام قالت لها ماشي مش هقول لحد ولا هقول لاخويا، بس تمشي مظبوط وتغيري من نفسك وتعاملي اخويا كويس. ليلى قالت لها في الوقت ده حاضر. اخت بسام طيبه زي اخوها، لكن اخت بسام ما كانتش تعرف ان هي على موعد مع نهايتها. وعدت الايام وبعد شهر على الموضوع ده، لحد ما في يوم بسام راح يزور اخته بعد الشغل وقعد يرن الجرس ويخبط على الباب محدش بيرد. بدا يقلق على اخته وراح
بتتصل بجوزها، وجوزها كان في الوقت ده في الشغل وقال له على اللي حصل وان اخته ما بتردش عليه. جوزها في الوقت ده قلق وساب الشغل وراح له بسرعه، واول ما جوزها فتح الباب علشان تجي لهم صدمه ويلاقوها مرميه على الارض ومقتوله. بسام جات له حاله صدمه وجوزها كمان، لان اخته دي كانت ست طيبه وما كانش ليها اي اعداء. في الوقت ده بلغوا الشرطه، والشرطه لما جت بدات تحقق في الموضوع وما كانوش لاقيين اي سبب، لان اخت بسام كانت كل الناس بتحبها. الشرطه في الوقت ده بقت في حيره لحد ما تظهر واحده من العدم، كانت صاحبه اخت بسام، وقالت لهم ان هي شاكه في ليلى مرات بسام، وحكت لهم على اللي حصل بين اخت بسام وبين ليلى مرات بسام، لان اخت بسام كانت حاكيه كل حاجه لصاحبتها دي. والشرطه لما سمعت كده بدات تعمل تحريات مكثفه، ولقت كل كلام صاحبه اخت بسام كله صح. وكمان الشرطه في الوقت ده بدات تعمل تفريغ لكاميرات المراقبه وشافت ليلى وهي داخله بيت اخت جوزها. الشرطه في الوقت ده قبضت على ليلى، وخلال التحقيقات معاها ليلى اعترفت بكل حاجه، وقالت ان هي عملت كده علشان كانت خايفه ان اخت جوزها تقول السر ده لحد ما في يوم قررت اني اموتها علشان السر يتدفن معاها. ورحت البيت، واول ما فتحت الباب ليا دخلت وبدات اضرب فيها بالسكينه، وضربتها حوالي 13 طعنه لحد ما اتاكدت ان هي ماتت وسبتها ومشيت. واتحكم على ليلى الشيطانه دي بالاعدام، وده تحديدا كان سنه 2019. وهنا يثبت لينا ان قله الدين والبعد عن ربنا هيوصلنا لايه، وان الجري ورا الشهوات اخرته طريق الهلاك. قول لي رايك في تعليق، ايه اللي يخلي واحده تعمل كده مع ان جوزها ده راجل كويس ومحترم جدا وعايشه عيشه كويسه؟ قول لي رايك في تعليق. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.